السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد، نهار جديد. اليوم بغيت نشارك معكم هذه المشتريات اللي درت من الحانوت ديال الي هوب. هذه حانوت عاد حلات جديده عندنا في تنريفي، ماشي عاد حلات جديده ولكن ما عندهاش بزاف، كتكون فيها البقره في الباب الا كتعرفوها الناس اللي مقيمه في اسبانيا. هاد الشينان كانوا خاصني نجددهم نيت، ولقيتهم ديال الخيط زوينين وكبار وعمليين الصراحه. ها نتوما كتشوفوا، خديت هاد اللوينات، كانوا دايرين فيهم بون بروموسيون، يمكن كانوا كيديروا 3 اورو ولا 4 اورو، جو بونس 3 اورو. وخديت هاد 3 د اللوينات، راهم كبارين وفيهم داك واحد لو بيتي تروك من الجناب كيجي بحال نويشيشات، هذوك عجبوني. خديت هاد 3 د الالوان، يمكن لهم يترافقوا مع كلشي الملابس. وخديت واحد القريعات ديال الزاج الماء، كانوا نيت خاصيني حيت عندي وحدين اخرين ولكن القباره كتصدى، دونك خديت هادو. هادي في اللون الاخضر وكي كيجيو فيهم واحد لي موتيف ديال لي فخاز، هادي مثلا دايرين فيها جرين از فري ولا شي حاجه. 550 مليلتر اللي كتهز القرحه، يعني كميه لا باس بها من الماء. وخديت هذه في الكحل، فيها جو بويدو كونتور، فيها دي ميساج زوينين وعمليين في الهزان، ماشي صعابين، ونرافقوها دائما في الساك ديالنا، نديو معنا الماء فين ما مشينا. زوينه، انا عجبتني الصراحه. كيديروا يمكن 8 اورو، واه 8 اورو الا ما خفت نكذب، 8 اورو. والقباره ديالهم ما كتصداش حيت جايه مغلفه بالبلاستيك. ودابا بغيت نشارك معكم حليوات وحشتها شحال هذه، ما كليت الكاطو، جاتني في خاطري ندير حلوه ديال الكوك. انا درت بريدي الداتاي ديالي، دائما كيعجبني اتاي بريدي ديالي داتاي. وغادي نرافقو مع شويه الفواكه جافه. اللي راه جابوا واحد النبيضات ديال اللوز مقرمل محمص بدون ملح ولا والو، هو هذا اللي كنجرب دابا، ها هو الباكيه ديالو. انا جربته الصراحه زوين، مقرمل غزال. دونك الحليوه ديالنا، شكون اللي ما كيعرفش حلوه الكوك، هنا عندي ندير غير كميه قليله. هنا واحد 250 غرام ديال الكوك، كنشري مكسر ريكاردو ديال العبار حيت الاخر الباكيه كيجي فيه السكر. دونك غادي نحتاج 250 غرام ديال الكوك. غادي كما كتشوفوا راه كتكون الحبه ديالو شويه غليظه درويصه، دونك غادي ندوزو شويه في الماكينه باش يرطب، انا ما كيعجبنيش يبقى هكا غليظ. غادي نحتاج معاه واحد 80 غرام و 80 غرام ديال ستيفيا اولا الاريتريتول، انا كنستعمل هذا، كيجي خالط من ستيفيا واريتريتول، كنكومونديه دائما، هذا ما كيخطانيش. دابا بقيت غير كنستعمل السكر وعملي. غادي نحتاج واحد المعلقه ديال الفانيلا، غادي نحتاج معلقه ديال الخميره كيماويه ولا البيكربونات، البيكربونات حتى هو داك الصوديوم اللي كيتباع في، راه كيتباع في ميركادونا. جوج البيضات، وهنايا قشور البرتقال، راه كنشري كنت شريته من ليدل، كانوا جابوه في نافيداديس وانا خديت منه بالزايد باش يبقى عندي، في كنديرو في البيسكوتشو، كنديرو في الحلوه، كيعطي مذاق زوين. وغادي ندوب جوج حتى لثلاثه د المعالقات ديال الزبده، هذه زبده بيو مزيانه، غادي ندوبها في الميكرو اوند. وها نتوما معايا، بقاو معايا نطحن داك الكوك وندوزو للطريقه. صافي كما كتشوفوا، غادي نخدم دابا المقادير، ندير المقادير السائله هي الاولى، نخدم البيض، نخدم غادي نزيد لها الزبده، تندير دائما قبصه الملحه باش كتحيد ديك النكهه البيض.
غادي ندير الزبده وغادي ندير الاريتريتول وغادي ندير الخماره. المهم نخلطوا كاع المقادير ونبداو نزيدوا الكوك بشويه بشويه. كما كتشوفوا الصور راه كتعبر على كل شيء. غادي نزيد ديك قشرة الليمون، غادي ندير الفانيلا، هادي حليوة زوينة لدواز أتاي مع القهيوة ديالنا مور الغدا، كتجي زوينة ساهلة وماهلة ودغيا دغيا نديروها في وقت وجيز نديروها كاع منعكزوش عليها. صافي غادي نبدا نزيد في الكوك، راه ما دات لياش انا ديك 250 غرام بقى منها، انتما غادي تشوفوا لان الكوك دغيا كيشرب مع، غادي نخليه يرتاح واحد شويه غادي يشرب كلشي داك ديك الماتيغ ليكيد ديال البيض والزبده. وصافي غادي فاش نحصلو على واحد العجين متماسك غادي نخليوه يرتاح. انا زدت هنا الخميره باش كيساعد على في الخميره في الفران يطلع. صافي غادي نبدا كنكورو على شكل كويرات صغيره، غادي تجيني صوينيه ديال الفران صغيره، انا ما درتش كميه كبيره، نديرو على شكل كويرات ونديرو في الفران 160-170 درجة من الفوق ومن التحت بالنسبة للفران الضوء. هيا عندي على جانب نكونو موجودين الصوينية ديالنا. صافي غادي ندير الكويرات وغادي نديرو في الفرن. صافي هيا الصوينيه ديالنا وجدات، غادي نديرها في الفران. بغيت انا نزوقهم بهذا الشوكولا ديال البوستري، هذا شوكولا بدون سكر فالور، راه كلكم كتعرفوه، كنت وريته معكم بعدا في واحد التقضيه ديالي، راه هو هذا، كنت ديت جوج باكيات حدا استعملتها وهذه بقات لي. غادي نهز واحد جوج ضامات نذوبهم مع شويه زبيده في الميكرو اوند، راه دغيا كيذوب، هذا كيديروا به الفوندو كيديروا به، والصراحه عملي. وبالنسبه للناس اللي ريجيمي مثلا مرادين بالسكر ولا اللي ما كيبغيوش يستعملوا السكر وكيتشهاو يديروا كيتشهاو ياكلوا الشوكولا، هذه طريقه مزيانه، واحد ما يغبنش راسه. صافي انا ذوبتها، غادي نزوق بها دوك الحليوات، هذه على طريقتي انا ماشي يعني بروفيسيونال، لكن انا كيعجبوني هكا مع شويه ديال الشوكولا. دونك غادي نزوق كاع القويطيات. صافي غادي نخليهم على جانب. من هذا المنبر بغيت نحيي كاع المنخرطين في القنوات ديالنا طاوله الطبخ مع لطيفة وسعيده، القدام وجداد، ومرحبا بكم وكنشكركم بزاف، وخليو لنا لي كومونتير ولايك. وهذه هي الحلوه ديالنا، بسيطه 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 جدا ولذيذه، انا بعدا كتحمقني كتعجبني، ساهله وزوينه لذيذه وصحيه في نفس الوقت. وهو هذا، تهلاو في راسكم ومع السلامه.